السلام عليكم، اهلا بحضراتكم، اهلا بكل الناس وحلقه جديده من صوت الناس. النهارده صباحا تم تشييع جثمان احد الشهداء، شهيد مصري، شهيد قدم روحه فدا الوطن وهو بيدافع عن حدود البلد، شهيد زي كل الشهداء اللي بيحتفي بيهم الجيش وبتحتفي بيهم الشرطه وبيحتفي بيهم الاعلام ورئاسه الجمهوريه. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا وقبل ما نتكلم عن الشهداء لازم نسال سؤال مهم جدا، هو ليه النظام بيفرق بين شهيد وشهيد تاني؟ ليه النظام عنده كل الشهداء اللي حتى من الجيش ومن الشرطة مش واحد؟ ليه الشهيد اللي بيرتقي وهو بيحارب الإرهاب زي ما بيتقال بيفضلوا النظام وبيبروزه وبيعمل عنه أفلام وبيروح الإعلام يغطي جنازته وبتكون جنازة عسكرية كما العادة؟ وليه الشهيد اللي بيموت أو بيقضي أو بيستشهد ويرتقي وهو بيدافع عن الحدود وهو واقف على حدود الوطن لا بيبقى فيه احتفاء إعلامي ولا جنازة رسمية ولا جنازة عسكرية ولا حضور للقادة الكبار؟ ليه؟ مش كلهم ولاد الجيش؟ مش كلهم ولاد الشرطة؟ يا سيدي طب مش كلهم ولاد مصر؟ ده لابس أفرول وده لابس أفرول، ده في سرية وكتيبة ووحدة وتابع لجهاز أو لسلاح من أسلحة الجيش وده كمان نفس القصة. ليه بتفرقوا ما بين الشهداء؟ هو ابتداء مرتبة الشهادة احنا بنقولها على غرض الأمنية والرجاء من ربنا سبحانه وتعالى، فليه انتوا عندكم التمييز ده؟ ليه مثلا النهاردة عبد الله رمضان مش زي أحمد المنسي؟ ليه؟ كلهم ولاد البلد، ولا انت حد محرج عليك ان لما يتقتل برصاص ما جاي من الناحيه الشرقيه قالوا لك اوعى تحتفي بيه وتقول عليه شهيد؟ هو مين بقى العدو ومين بقى الصديق او هو مين بقى الشهيد؟ هو مش كل الشهداء هم اللي بيرتقوا وبيقدموا ارواحهم دفاعا عن الوطن وهم بيدافعوا عن الحدود وهم بيدافعوا عن الأمن القومي وهم بيدافعوا عن الكرامة وهم بيدافعوا عن السيادة وهم بيدافعوا عن الأرض والمواطن؟ يعني اللي بيقتلوا الإرهابي في سيناء بيبقى شهيد، واللي بيقتلوا عسكري تاني من جيش تاني اعتدى عليه وقتله يبقى اسمه عنصر؟ يعني هي دي آخرتها؟ آخرتها إن عيالنا عناصر واللي انتوا عايزين توروهم للناس انهم شهداء عشان بتستغلوا موتهم استغلال سياسي يبقى هم دول الشهداء ونتكلم عنهم ونعمل لهم افلام والاختيار ومش عارف ايه؟ حتى في دي بتفرقوا بين الناس وانتوا شعب واحنا شعب. اذا كان احمد المنسي شهيد في الجيش المصري فمحمد صلاح هو شهيد من الجيش المصري وعبد الله رمضان شهيد من الجيش المصري عشان احنا ولاد مصر شايفين المصريين كلهم واحد، ما بنفرقش بين حد وما بنحاولش نستخدم واحد استشهد او قتلوا مجرم علشان نستخدمه سياسيا علشان نقول الارهاب وحش. طب والعدو مش وحش؟ واللي بيقتل عيالك مش وحش؟ طالما انت بقيت ماسك بايدك كارت بتدي لواحد تقول على ده شهيد وبتقول على ده عنصر، احنا ما عندناش كروت وما بنفرقش بين ولاد بلدنا. ده اولا. نروح على حاجه تانية ما حدش بيتكلم عنها من امبارح وهي اخبار تم انتشارها منتشره بشكل كبير لحد دلوقتي، وهي تاكيد ان في مجند تاني استشهد متاثر بجراحه. هكذا قيل ان متاثر بجراحه اذا ما كانش يعني استشهد من امبارح اصلا. مين ده؟ لا تعال نشوف مع بعض مين ده ونشوف التفاصيل، لان تفاصيل الاسم والصورة والبلد كل ده موجود. بنتكلم عن إسلام إبراهيم عبد الرازق. مين إسلام إبراهيم عبد الرازق؟ ده الجندي التاني اللي محدش اتكلم عنه، الجندي التاني اللي المتحدث العسكري ما اتكلمش عنه ولا قال حتى عنه انه من احد العناصر. استشهاد إسلام إبراهيم عبد الرزاق متأثر بإصابته في اشتباكات رفح تاريخ 28/5/2014 من خلال ثلاث مصادر يا جماعه، عشان انا الخبر انا مش جايبه من عندي، من خلال على الاقل ثلاث مصادر، احد المصادر دي رسمي ومصدرين تانيين من عيلة الشهيد، تم التأكيد على استشهاد الشاب الجندي المجند
إسلام إبراهيم عبد الرزاق من قرية صنهور الإبلية بمحافظة الفيوم، دي مركز سنورس، النهاردة استشهد متأثر بإصابته اللي حصلت امبارح خلال الاشتباكات اللي كانت بين جيش الاحتلال والجيش المصري بالقرب من معبر رفح، وتم تبليغ عيلته بفاجعة استشهاده. مين تاني؟ نقول الاسم مرة تانية واحفظوا يا جماعة علشان ده شهيد قدم روحه هو كمان فدا الوطن، إسلام إبراهيم عبد الرزاق من عزبة عبد ربه التابعة لقرية القرية اللي اسمها قدام حضراتكم صنهور الإبلية مركز سنورس، وكل ده بيقع في محافظة الفيوم. ده شهيد الدولة لم تصرح بشيء عنه حتى الآن، الدولة ما تكلمتش ولا المتحدث العسكري اتكلم عنه، ولكن مصادر رسمية مصادر إعلامية متعددة اتكلمت وأكدت استشهاد إسلام، زي ما أكدت برضو استشهاد عبد الله رمضان. امبارح الإسرائيليين أصلا في البداية أعلنوا عن أنهم قتلوا 4 مصريين، والخبر جاء على وكالات أنباء وجاء على قنوات زي الجزيرة، بعدين تراجع العدد 2، بعدين اتقال 1. المتحدث العسكري امبارح قال أنه شهيد 1، بعدين النهاردة بينضم إسلام لإسلام إبراهيم عبد الرزاق لزميله وشقيقه الشهيد اللي سبقه امبارح، وهو عبد الله رمضان عشري حجي.